أنا الصحفي أحمد البيتاوي من مدينة نابلس، العمر 37 سنة، صحفي ومهتم في تراثيات مدينة نابلس. طبعاً من هون كانت البداية. قبل سنتين تحديداً كنت ماشي في السوق فاستوقفني الباب وجمالية الباب صراحة. التقطت صورة للباب، نزلت على صفحتي على فيسبوك كصورة من تراثيات مدينة نابلس. اللي لفت نظري طبعاً أحد المعلقين كتب إنه اللي بنى هذا الباب هو والد جدي. كان هذا الكلام قبل 90 سنة ومن هون كانت البداية. البوابات طبعا بتتفاوت وبتختلف بعضها او اغلبها لمنازل خاصه، لمنازل اثرياء نابلس القديمه، بعضها لقصور، بعضها لمؤسسات عامه، بعضها لمساجد، بعضها لصبانات. هاي البوابات تتفاوت زي ما حكينا من حيث القدم، بعضها 500 سنه وبعضها حتى 50 سنه. انا حاولت في كل يعني عند التقاط اي صوره احاول اخذ لمحه ولو بسيطه عن هذه البوابات. أقدم هذه البوابات طبعاً اللي أنا صورتها هي بوابة المسجد الكبير شرق نابلس. كما نعلم أنه هذا المسجد هو من أقدم المساجد في مدينة نابلس، يعود تاريخ هذا العصر الأيوبي، نحن نحكي عن أكثر من 500 عام تقريباً. ملاحظ انه اجدادنا او الاقدمين خلينا نحكي كانوا يهتموا اكثر كانهم، هذا من ملاحظتي ومتابعتي، ما بعرف اذا هذا الشيء يعني موثق، انه القدامى كانوا يهتموا اكثر بجماليات الابواب مما هي عليه اليوم، بالرغم من انه احنا او القدامى كانوا يمتلكوا يعني ادوات بسيطه من حيث النحت، من حيث البناء. اليوم عندنا كل الامكانيات متوفره ولكن لا نجد هذا الجمال في مداخل منازلنا. البوابات بشكل عام، البوابات القديمة بتتركز بشكل كبير في بلدة نابلس القديمة وأحياءها المحيطة فيها القديمة، مثل شارع السكة، مثل شارع النجاح القديم في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. هناك عشرات البوابات القديمة في نابلس. طبعا أنا قدرت أحصل لحد الآن مع مجموعه 100 بوابة. طبعا العدد قد يزيد أكثر من هذا الموضوع، وهذا الأمر بحاجة أيضا لمتابعة من جهة رسمية لحتى تقوم بمتابعة هذا الشيء. أنا بقوم دوري فقط بالتصوير. الشغل اللي بحاجة لأكثر هو توثيق هذه البوابات بطريقة أكثر خلينا نحكي علمية، محاولة معرفة تاريخ بناء هذا الباب بشكل دقيق، محاولة أيضا عمل صيانة. إحنا بنشوف أنه هذه البوابات بعضها يعني تم متابعته وصيانته من الجهات المختصة، بالذات بلدية نابلس وزارة السياحة والآثار، وبعض هذه البوابات بحاجة لإعادة ترميم وبحاجة لإعادة صيانة حتى يظهر جمالها بصورة أفضل مما هي عليه اليوم. توثيق هذه الأبواب بحاجة لنوع من التفرغ، وهذا صراحة غير موجود بالنسبة لي، وأنا كان دوري فقط تصويري وتوثيقي. المفروض الأمر يتم متابعته بصورة أفضل من مختصين في التاريخ، محاولة أخذ حتى بعض الشهادات من شهود عيان والناس الكبار في العمر. أنا بحاول دائما أسأل أقرب الناس على البوابة، ممكن أخذ منهم أحيانا أنجح بالوصول لبعض المعلومات. ممكن البعض يقول لهم هذا البوابة عمرها 150 سنة، هاي البوابة عمرها 50 سنة، يعني معلومات بسيطة. الأمر بحاجة لأكثر توثيقا، أعتقد بحاجة لجهة ومؤسسة ترعى هذا الأمر. أنا فكرتي الأساسية هي إظهار جمالية البوابة، هذا أنا شغلي الأساسي، إظهار جمالية الباب.
كثير ناس كانوا يتواصلوا معي يحكوا لي انه هذا البواب احنا بنمرق منها بشكل يومي من هاي المنطقه، بس ولا مره لفت نظرنا انه هذا الباب بهذا الجمال وهي الاحترافيه من حيث النحت، من حيث الالوان، من حيث الاقدميه. وانا دوري زي ما حكينا هو اكثر منه توثيقي ولفت نظر للجهات المختصه من اجل متابعه هذه البوابه. تقريبا من الخمسينات هو كان بالاساس سينما يعني نشأ سينما. نشأ انت تتذكر كنت تروح عليه او كذا؟ هذا الباب كان مخرج للصاله تحت السينما العاديه وفوق للوج. طيب ليش هيك حالته اليوم كثير سيء؟ هذا لانه في شيء اهتمام، في شيء المفروض تتسكر هذه عشان ما يرموش الزباله هون. الوضع كثير سيء، الوضع كثير سيء. آلية التقاط الصور الأمر بيتم بشيء عفوي، يعني ما في شيء مبرمج، وأنا بكون نازل على السوق لقضاء حاجة، لزيارة أي صديق أو كذا، ممكن يعني يلفت نظري باب فأقوم بتصويره، ممكن ألتقط في المشوار الواحد 4-5 صور، ولكن بنزلها تباعا بشكل أسبوعي على صفحتي على فيسبوك. التفاعل ايضا كبير من المغتربين، خاصه اللي بيعيشوا من اهل المدينه اللي بيعيشوا خارج مدينه نابلس. ايضا هذه الزاويه كانوا كثير بيهتموا في متابعتها بشكل اسبوعي. في بعض الاحيان لما يصير انقطاع الناس تتواصل معي، انتم ليش ما نزلت صوره لهذا الاسبوع؟ بعض المتفاعلين طبعا وبعض المتابعين صاروا ايضا هم يبعثوا لي صور لبواباتهم بيشوفوا انها قديمه وبيطلبوا مني اني انشرها او اتحدث عنها في الاسبوع القادم. خلال فترة تنزيل الصور تباعا تواصل معي عدة جهات، من بعضها مثلا طلاب في كلية الفنون في جامعة النجاح كانوا يسألوا عن أماكن هاي البوابات لمتابعتها من ناحية فنية، من ناحية فنون النحت وما إلى ذلك. أيضا كان أملي أنه يتم تطوير الفكرة أكثر، لا نكتفي بعرض صور على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت بتمنى أنه يتم مثلا عمل معرض خاص بهذه الصور، يتم تصويرها بشكل احترافي. أنا الكاميرا اللي بتصور فيها كاميرا جوال، كنت بتمنى أنه يكون الأمر من خلال كاميرا احترافية، يتم عرض هذه الصور في إحدى المعارض، سواء من خلال بلدية نابلس، من خلال سواء كلية الفنون في جامعة النجاح، أو من خلال وزارة السياحة والآثار في مدينة نابلس. هذا اللي بتمناه، بتمنى يتم تطوير الفكرة وانتقالها لطابع أكثر مهنية من ناحية تاريخية، من ناحية توثيق، ومن ناحية تصوير. أحد الأشكاليات اللي كنت أواجهها أثناء تصوير أبواب نابلسية القديمة إنه بعض هاي الأبواب بتعود لمنازل خاصة، فأنا كنت أتحرج إني أصورها لأنها كانت بحاجة للدخول لساحة المنزل. أنا اليوم بفضلكم استطعت أدخل لأحد هذه المنازل اللي هو عبارة عن تحفة فنية تعود لأربعينات القرن الماضي. بعد ما توقفت عند الصورة رقم 100 على صفحتي على الفيسبوك كثير تواصلوا معي وماذا بعد؟ أنا بطمح أنه أنتقل لصورة أو لفكرة ثانية. أنا كنت أوثق هذه الأبواب ضمن سلسلة اسمها أبواب نابلسية قديمة، بتمنى أنتقل لتوثيق شيء آخر في المدينة لها علاقة بالشرفات، البلكونات أو البرندات، سميها زي ما بدك. أيضا سوق قديم من المدينة وأيضا بحاجة لتصوير، وفي نواحي جمالية كثيرة موجودة، بتمنى أنتقل لهذا الجزء الثاني ضمن سلسلة جديدة خلينا نسميها اسمها يعني شرفات نابلسية قديمة. باختصار أحياناً بيكون الجمال محيط بنا من كل جانب، ولكن لا نستطيع إبراز هذا الجمال. لو ندقق النظر في محيطنا سوف نجد الكثير من الجمال الذي بحاجة إلى إبرازه.